سوريا انت القلب والروح والعين، وانت ما بعد منك حباب والله حباب، كل دقة بقلبي عم تهتف عاشت سوريا، كل دقة بدعي وبصلي الله يحميها. سوريا المعشوق الأول حبك باقي وما بيتحول، سوريا بقلبي وبروحي والله بفديها، سوريا بقلبي وبروحي والله بفديها. عاشت سوريا وعاشها الصوت يا سامية، حبيب قلبي الصوت حبيب. اللي دايما بيغني اشياء حلوة بينكتب له دايما النجاح للأمانة. بضمن السياق نفسه والمقارنات كمان عنا مشكلة بانه مين نجم بالأغنية الشعبية، مين وصل الأغنية الساحلية او السورية الى خارج حدود سوريا، والخلاف دايما بيكون بين فنانين، وهالموضوع بيعمل لي انا مشكلة كمقدم للأمانة، بيعلقني مع الأشخاص. كل الناس خير وبركة ومحترمين، ولكن أنا بدي رأيك بين وفيق وعلي، مين نجم الأغنية السورية؟ هلا أنا الاثنين أصدقائي وأخواتي وحبايبي، والاثنين بحب لهم نحن أصواتهم. هون بيت فستو، وأهلا وسهلا وشرفتونا. لا أنا عم بحكي رأيي والله. هلا الاثنين اسم الله عليهم يعني، بس اللي نشر الغنية ووصلها للعالم هي أكيد الحاسودة يعني أستاذ فنان علي. علي الديك. ايه بس كمان استاذ وفيق يعني له اغاني بس كثير. كصوت انت مين هيك بتحبي تسمعي اكثر كصوت؟ انا بحبه الاثنين سوا. معلش كصوت هيك بتحسي انه ميالي له اكثر، صوته مختلف بالفن، ادائه مختلف، طبقات هلا الصوتيه كل واحد غير. له لونه. هلا اوكي اثنين بيغنوا شعبي وساحلي، واثنين يحترموا يعني انهم فنانين يعني. هلا انت اخترتي النجم يلي وصل بس الاغنيه اللي وصل علي. غنيه هو علي، بس وفيق صوت يعني صوت طبعا طبعا اثنين يعني انا بحب اسمع له كثير، وخصوصي غنيه تعب المشوار. من يلا صوته يلا تعب المشوار، لا صوته هو يلا وانا تعب عم المشوار لك مع ساريه، يلا تعب المشوار. فانا بحب وفيق كثير اسمع له. استاذ علي يعني على كمان فكرة لا توقعني بيناتهم، انا اثنيناتهم بحبهم ونحن بنحبهم، انا بحبهم كثير يعني، وانا بحبهم. بس يعني للامانه يعني هلا العالم عرفت الصوت الساحلي من خلال الحاسوده. بس علي يعني هيك غير طريق، اكيد غير طريق غير مسار، وشوي عم يغيب. وفيق بتحسي متجدد او روح شبابيه اكثر؟ ما بعرف، عم بعطي افكار. هلا ممكن ما بتعرف شو ظروف الانسان يعني، ما بعرف شو هي اللي عم يخليه يبعد او ما بعرف، بس هو غايب هلا شوي. بس هلا نزل اغنيه انا من فتره، عمل اغنيه الماء له كبير او شيء. الماء له كبير وهيك شيء. ساريا تعبتيني انا بالحلقه، ما عم بقدر اطلع منك بي ولا تصريح صراحه. انا ليك انا لك شغله عن ساريا، انا مسالمه، انا مفكر انه اليوم ممكن طلع شيء 10 تصاريح خطيره. لك شغله والله العظيم، مو انه يعني عم سايرك او لا ابدا، ولا لانه في تصوير. بس انا كل الفنانين علاقتي فيهم جيده. ولا حلو كمان الفنان المحترم، عرفت شو اللي بيطلع بمقابلات تلفزيونيه بيكون محترم الكل. أكيد انا معك اكيد، وانا ضد. انا شغلتي حركش هون، انت بك تحركش، انت مالك عارفان شلون تطلع، بس ما حتقدر انك تطلع مني.